بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بعد 12 ساعة تقريبا يعني من بداية الجلسة إلى الآن لازم تذكروني شوي بالأشياء اللي دار. أولا فيما يتعلق في القوانين، تم مناقشة 8 بنود من 9 بنود اللي كانوا موجودين في الدعوة. البند 1 مال الشركات تم تأجيله اليوم الخميس لعدم انتهاء اللجنة من تغريرها. وأنا حقيقة أشكر بدور كل اللجان على الجهود الجبارة التي بذلوها. وبالنسبة للي ممكن يقول والله أن الكثير من القوانين في جلسة واحدة وانسلقت، القوانين هذه صار لها مدة طويلة في اللجان ونوقشت أيضا قبل الجلسات، وكان هناك نقاش طويل أثناء الجلسة. لكن قانون التأمين أجل ليوم الخميس لأن في المداولة الثانية أن فيها أيضا عديد من الملاحظات. قانون المناقصات تم إقراره، بعد ذلك مراقبين الحسابات تم إقرار المداولة الأولى وتم تأجيل المداولة الثانية. شهادات المزورة مداولتين، الجامعات مداولتين، المحاماة مداولة واحدة والثانية يوم الخميس. فسيتم إرسال الدعوة إن شاء الله يوم الأربعاء لجلسة الخميس، فيها المداولات الثانية للقوانين التي لم تقر بالكامل اليوم، وفيها بعض القوانين الأخرى اللي موجودة هناك. إضافة لذلك اليوم استلمت استجواب موجه من الأخ النائب محمد هايف إلى الأخ وزير المالية، مكون من محورين، وأشرت عليه بأنه يدرج في أول جلسة قادمة. الآن السؤال اللي كلكم يعني تبون تسألونه هو متى أول جلسة قادمة؟ أول جلسة قادمة هي أول جلسة في بداية دور الانعقاد القادم. ليش؟ لأن هو لم يدرج في جلسة جدول أعمال جلسة الغد اللي وزع من يوم السبت، وبعد جلسة الغد كل الجلسات خاصة، جلسة الخميس خاصة، جلسة الاثنين خاصة، والجلسة الختامية وما يسبقها من جلسات هي جلسات خاصة. وبالتالي أول جلسة عادية يدرج فيها الاستجواب دور الانعقاد القادم. لكن أيضا بسأل سؤال افتراضي وبجاوب عليه، هل يمكن مناقشة الاستجواب في خلال دور الانعقاد الحالي؟ نعم، يمكن مناقشة الاستجواب دور الانعقاد الحالي، ويمكن مناقشته أيضا في جلسة الغد إذا تقدم الوزير بطلب فتح باب ما يستجد من أعمال وبطلب استعجال وبموافقة المجلس على مناقشة الاستجواب، كما حدث في أحد السوابق إذا ما تخلني الذاكرة في أحد استجوابات الأخ الوزير السابق عادل جار الله. فممكن أن يناقش الاستجواب في جلسة الغد، ممكن أن يناقش في جلسة خاصة، والوضع الاعتيادي هو أن يناقش في دور الانعقاد المقبل، لأن قدم قبل آخر جلسة عادية قبل 24 ساعة أو حتى أقل من 24 ساعة من آخر جلسة عادية اللي هي يوم الثلاثاء. واضحة ولا شوية تعقيدات؟ في أي سؤال؟ إذا كان يعني أنا سألت من قبل عدد من النواب هل باستطاعة الوزير أن يناقش الاستجواب يوم غد، فإجابتي كانت نعم يستطيع وفق إجراءات لائحية معينة. ما هي هذه الإجراءات؟ هي رقم 1 يقوم بطلب فتح باب ما يستجد من أعمال، يقوم بطلب استعجال هذا القانون، نأخذ موافقة المجلس على ذلك، وبالتالي يستطيع أن يصعد المنصة ويصعد المستجوب ويقابل. هذه خيارات كلها موجودة لدى المستجوب، إنما في دور الانعقاد الحالي، إنما موعد التأشيرة وهي يدرج في أول جلسة قادمة، موعده هو دور الانعقاد القادم. شكرا.